أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي التلفزيون المصري، في احتفالتنا بثورة 30 يونيو، تلك الثورة المجيدة التي سطرها المصريون بأحرف من نور في تاريخ الدولة المصرية الحديثة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي ينعم فيها المواطن المصري بالعيش الكريم وبالحياة الكريمة. فعلى مدار عقد من الزمان عملت خلاله القاهرة على تأمين المصالح والأهداف الوطنية في مختلف الدوائر بالارتكاز على التنوع والتوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم، مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر ومحددات السياسة الخارجية التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ خطاب التنصيب في يونيو من عام 2014، سياسة خارجية مرنة وثابتة لمصر في جمهوريتها الجديدة لها عنوان الندية والاحترام المتبادل والشراكة والقرار الوطني المستقل. فبينما تمضي الدولة المصرية في طريقها لإحداث نقلة نوعية جديدة في كافة قطاعات الدولة ما بين الاقتصاد والعمران والتنمية والصناعة والزراعة على كل شبر من أرض مصر، أخذت القاهرة على عاتقها وضع سمات متفردة في جمهوريتها الجديدة تكتب وتكتب باسم ذلك العقد في التاريخ لتذكره الأجيال المتتالية بامتنان وعرفان كامل. إلى ذلك يمضي الاقتصاد المصري هو الآخر في طريقه التصاعدي على الرغم من التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر والعدوان الأخير على غزة وتداعياته الاقتصادية على العالم بأسره، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ليثبت يوما بعد آخر أنه حائط صد منيع أمام أي أزمات حالية أو مستقبلية. الدولة المصرية مشاهدينا الكرام في هذا الإطار أطلقت حزمة من الإصلاحات الشاملة وتدعم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما انعكس على تحقيق الاقتصاد المصري لنجاحات وإنجازات كبيرة جعلته قادر على الصمود في مواجهة الأزمات الدولية بدءا من جائحة كورونا في عام 2019 وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن باقي التوترات التي تشهدها المنطقة. ورغم تلك الصدمات الجسيمة إلا أن الاقتصاد المصري ما زال صامداً بشهادة العديد من المؤسسات الاقتصادية والإعلامية حول العالم.